2012 بعد تمام. الميد يعني. أحسن. بعد الميد بالضبط، ل 25/12 بعد الميد تمام. دكتور بس ممكن تعيد ايش حكيت لانه انا استغلت. اوكي بقول وقت الكويز القادم كان المفروض يكون السبت القادم، فيبدو انه في تعارض مع بعض الطلاب، في عندهم امتحان يوم السبت القادم بتعارض مع وقت الكويز، اوكي مع موعد الكويز اللي كان المفروض يكون عندنا ب 11 ديسكريت صح اعتقد. صح بالضبط، فعشان موضوع الديسكريت بدنا نعمل تأجيل للكويز مش ب 18 شهر الجاي، ب 25 شهر القادم تمام. اوكي لكم مع الكل؟ تمام يعطيك العافيه. ممتاز، بس حبيت اتاكد انه ما فيش اشكاليه بالتاريخ عشان ان شاء الله ننقله. طبعا على الاغلب راح يظل بالماده اللي راح نكون غطيناها اللي هي داتا ستورج. اوكي فانت بتكون اصلا مجهز حالك عشان الميد تيرم، ما اخذها بالميد تيرم، فمفروض انت تكون يعني بس عباره عنك تمر عليها مرور سريع عشان تجهز حالك للكوز. فاذا تغيرت الماتيريال بنخبركم، بس الوضع الحالي حضرها نفس الماتيريال يلي اتفقنا عليها اللي هي الداتا ستورج. تفضلي. هلا يعني لسه الموضوع انه رح ناخذ 6 كويزات ورح ينحسبوا 4 صح؟ مزبوط لسه. تمام، يعني انه حنلحق ناخذهم صح قبل الفاينال؟ ان شاء الله رح نعمل اقصى جهدنا ان ناخذهم باسرع وقت ممكن، يعني حابين ناخذهم يعني قبل الفاينال قبل الميد تيرم. اذا يس. كان ب 25 واحد حيكون يعني من هون للفاينال كل اسبوع تقريبا كويز عشان نخلصهم. شغله زي هيك ان شاء الله، يعني انا راح نمشي هذا المنوال. وسامي عندك سؤال؟ دكتور غلبك تفضل تفضل. افضل دكتور بس غلبك، كل قديش بتنزل ايام الغياب؟ بالوضع الطبيعي بنزلهم بعد كل محاضره، وتدخيله بياخذ وقت، فبفرغ حالي يعني خلال كل اوقات معينه بدخل، بس كل واحد مفروض بيعرف حضوراته وغياباته. وانا بعرف، بس المشكله انه يعني كان عليه يومين غياب قدام، تفاجأت امبارح اول امبارح انه نازل لي تاريخ قديم برضو يوم بيكون في غياب. يس اوقات بكون يعني ممكن بعد مثلا نهايه الاسبوع اسجل الحضور والغياب للاسبوع كامل، شغله زي هيك يعني كاقصى حد 10 ايام يعني لو ورا بكون ممكن اخذ حضور غياب، لانه اذا بتاخر اكثر من هيك ما بسمح لي ادخل الحضور والغياب. فيعني مثلا نهايه الاسبوع هذا راح ادخل الحضور والغياب تمام، يعني الاغلب بجوز ادخلهم الفتره هاي. فاي حدا خايف من موضوع حضور الغياب انه يكون قريب يتجاوز ينتبه من موضوع يتابع غياباته عشان ما ينحرم. طبعا انا ما بعمل شيء عندي دكتور. تفضل. ماده المد لوين؟ ماده المد حتكون لعند الداتا ستورج، لعند الداتا ستورج جزء البروجرامينج مش داخل اللي بلشنا فيه مؤخرا، وراح ننزل كل هاي الحكي والتفاصيل على الاي ليرنينج تمام. طيب. دكتور يعطيك العافية. عافيكي تفضلي. دكتور بس هلا بخصوص الكويز ب 25/12 في عنا عيد احنا. بيصادف اول يوم عيد ثاني يوم عيد ولا كيف؟ لا اول يوم. طيب خليني اذا بتعارض، طيب خليني اشوف اذا في تاريخ ثاني ممكن احنا نحول. بس ما يكون 28 لانه 28 عنا عربي. طيب اول دوما بس خلينا اشوف شو بزبط هاي المشكله التعارضات. طيب خير انا طيب لو كان 25 يعني 24 بصير، او اذا بدك يعني يوم جمعه خلينا نشوف نطرح الفكره هاي. كان يوم جمعه هو بصير نمتحن صح يوم جمعه؟ كمان نمتحن اصلا يوم سبت كعطله، يوم جمعه ممكن يكون تمام تمام يعني مثلا لو فكرنا بيوم الجمعه كيوم للكويز. يعني بصير شو يعني ده شو دخل، ما احنا بالبيت يعني ويوم جمعة عادي. يوم جمعة حدا عنده مشكلة يوم جمعة؟ لا دكتور فيش مشكلة. دكتور الوقت والاشياء اتوقع راح نحدده قبل الاشي، بس على الاغلب 10 دقائق. دكتور تفضل. وين اي وحدة؟ لا شباب مايكروفونات. صبية تفضلي. دكتور انا دكتور بدي أسألك عن أي كويز بسموه، لأنه أنا هلأ دخلت بس ثواني. الإشي اللي بسجل
الإشي مسجل، فبتقدر ترجع للتسجيلات، مش حنقدر نشرح كل إشي، بس إنه في احتمال نعمل كويز يوم جمعة اللي هو 24، يبدو إنه يعني مناسب كوقت. طيب دكتور نعم بعت لك على التيمز بس ما رديت علي. في عندي يعني كم كبير من الرسائل لسه برد عليهم بالتدريج، فإن شاء الله راح أرد عليك بقريب العاجل، واللي بعث لي على الإيميل برضو نفس الإشي. نعم ساعاتك المكتبية صافي، نزلتهم على الأول سيكشنز. تمام، اليوم كان عندي حتى بعض الطلاب مروا سألوا استفسروا، موجود في الجامعة وبرضه موجود عن طريق الأوفيس أورز الأونلاين. تمام، فأي حدا بده التفاصيل موجودات مع إيميلي مع كل الأوقات، واللينكس اللي عشان الأونلاين ميتينجز موجودات كلياتهم على السكشن 2، مش الأول سكشن، على السكشن 2، على السكشن الخاص في شعبتنا. تمام، طيب شغلة أخيرة بدينا أنوه عليها، موضوع بسم الله الرحمن الرحيم فحص البي سي آر. أي حدا يعني هاي طلبوا نعمم عليكم الفكرة هاي، أي حدا مش ماخذ جرعتين من مطعوم لازم يكون معه فحص بي سي آر عشان يدخل على الامتحان. تمام، فهاي نقطة الامتحان، يعني الفكرة هاي الكل يكون واعي لها، إذا أنت مش ماخذ المطعوم جرعتين بدك يكون معك فحص بي سي آر يتأكد خلوك من الكوفيد 19. تمام، فأي حدا مش ماخذ المطعوم جرعتين يتأكد أنه يأخذ فحص بي سي آر ويجيبه قبل الامتحان، طبعا يكون يعني قبل بيوم أو أتوقع مش عارف بيقبلوه 24 ساعة أو 48 ساعة شغلة زي هيك. فننتبه للجزئية هاي، أي حدا ما بتطبق عليه هاي الشروط ما راح يقدر يدخل على الامتحان. تمام، طيب الدكتور بالنسبة للي عنده مطعوم بس من برا يعني مو من الأردن، إذا معك شهادة مطعوم بالإشي ما أعتقد فيه مشكلة. تمام، بس أي شيء يثبت إنك ما أخذ المطعوم. دكتور لازم أروح عادلة في المول، إذا في معادلة بالمول ممكن تعمل حركة عشان تريح راسك، تمر على حفلة تطعيم وهو عادلة لك نزله بالسيستم. تمام، حدا عنده سؤال ثاني؟ شباب لازم بلش. أنا بقترح سوي الكويز ب 18 قبل الامتحان بيوم، ما هو مش نفس المادة، ما راح يزبط مع الكل، يمكن يكون في تعارضات مع ناس، امتحانات، شغلات زي هيك. فخليني يعني اشوف موضوع الجمعه كونه الاغلب ما عنده مشكله فيه، اذا مشيت مع الشعب الثاني بناكد لكم على التاريخ، بس مبدئيا السبت الجاي ما في عندنا. بس الجمعه مناسب، يعني بتحس انه قبل الامتحان بيوم انه الواحد عم يراجع مثلا او بلشان بشغله او مداوم بالجامعه، يعني ما دخل يعني في ظروف يكون. خلينا نشوف، لانه الوضع مش بس على شعبتنا، في كمان تقريبا 5 شعب ثانيين، في 680 طالب، لازم يعني الوقت يمشي مع الكل او يتناسب مع اغلب الشعب، فخلينا نشوف شو بصير وبخبركم ان شاء الله بالابديت. بس الشيء اللي خليه بالكم موضوع الفحص بي سي ار اذا انك مش ماخذ مطعوم او اذا لازم تكون ماخذ جرعتين. الجزء الثاني موضوع الكويز، ما في عندنا كويز السبت الجاي، راح يتاجل لبعد الميدتيرم. طيب اخر مره وصلنا، حدا عنده سؤال على الماتيريال الاخيره؟ آخر مرة وصلنا بلشنا نحكي فيها عن موضوع الـ input، لا سوري الموضوع الـ output. هل عنده سؤال؟ غطينا موضوع الجمع والطرح والإكواليتي والموديولا والديفايد والمولتبليكيشن، كل هاي حكينا عنهم المرة الماضية ووضحناهم كأفكار وعطينا examples. تمام؟ حدا عنده سؤال؟ حدا مش فاهم شغلة من هذا الجزئية اللي راحت؟ أو هذا الجزء؟ إذا الأمور تمام إيش نعمل؟ بلشنا بهذا الجزئية، عملنا زي برنامج صغير بيعمل شوية حسابات، بيأخذ أرقام بيضربها ببعض وكذا، واشتغلنا الإشي كامل وطلعنا الأرقام. هسه كان فينا فكرة إنه كيف بدنا نطبع الـ ABCD نشوف القيم تبعتهم النهائية إيش صارت. فحكينا في إشي اسمه printf. printf هي واحدة من الجمل الستاندر في لغة السي، طبعا مشابهة لفكرة السي اوت اللي موجودة في السي بلس بلس اللي بتستخدمها عشان تطبع قيم مختلفة نصوص او اي شيء بدك اياه. نفس الفكرة،
بس في السي ما عندنا سي اوت، عندنا شيء اسمه البرنت اف، وهي طبعا موجوده داخل الاس تي دي اي او، مكتبه الاس تي دي اي او موجوده فيها البرنت اف. تمام، طبعا لازم تعمل انكلود عشان تقدر تستخدم هذا الفانكشن او هاي الستيتمنت. طيب البرنت اف تشتغل على مبدا انها بتاخذ فورمات ومجموعه من الارجيومنت بعد هاي الفورمات. كيف يعني؟ لما اجي استخدم البرنت اف، طبعا هو بحول لي اياها كابيتال لتر، هي دائما سمول لتر بس الوورد بي او الباوربوينت بغير من عنده. طيب بتاخذ هون شيء اسمه الفورمات، لا عمال ياخذ دبل كوتيشن، مش قاعد تدخل معي، يبدو اللغه مختارينها ما لهاش دخل. اوكي حاول نشوف. اوكي تاخذ فورمات هنا بتكون على شكل string، اوكي على شكل نص معين، بعدينك تاخذ list من arguments. الفورمات هاي بتعبر عن شكل الاشي اللي راح اطبعه، والليست بتعبر عن القيم يلي بدي اطبعها. طبعا ترتيب الليست هاي بالقيم بيكون على اساس ترتيبك داخل الفورمات تبعتك. مثلا في عندي اكثر من شغلات بقدر ادخلها في الفورمات specifiers. اول واحد اللي هو دي، بقدر استخدم موديولا دي عشان اعبر انه انا بدي اطبع decimal number. تمام، بقدر استخدم الاف او موديولا اف عشان اعبر اني بدي اطبع floating point number، وطبعا باكثر من notation ممكن نطبعه باكثر من شكل. السي بستخدمها عشان اطبع او عشان اوضح بالفورمات اني بدي اطبع character، بدي اتعامل مع واحد من الارجمنتس الموجود عندي في الليست على انه character واطبعه على اساس انه character. تمام، بستخدم الموديولس سي. تمام، اذا بدي اطبع الموديولس ساين نفسها بستخدم موديولس موديولس، بحطهم ثنتين ورا بعض هيك بيطبع لي اياها، لانها هي تعتبر الموديولس ريزيرفد كاركتر نستخدمه داخل الفورمات، بيطبع البرسنتج ساين. وبرضه في عندي البي بستخدمها عشان موضوع البوينتر، برضه في عندي شيء اسمه الاس عشان السترينج، بس مبدئيا خلينا نركز على هذول الواحد اثنين ثلاث اربعه خمسه. تمام، فاذا بدي اطبع رقم ديسيمال بوضح له بالفورمات اني بدي اطبع رقم ديسيمال، بحط له موديولس دي، وهذا الاشي بيعني انه انا بدي اطبع وبدي اتعامل مع هذا المتغير اللي انا معطيك اياه على انه ديسيمال نمبر. تمام، حيطبعه من دون فاصله عشريه، راح اتعامل معه على اساس انه انتجر. طبعا الارجيومنت تايب ايش بتوقع لما تعطيه انت دي ديسيمال؟ بتوقع الفاريبل يلي بتعطيها بالليست يكون من نوع انتجر. تمام، اذا كان من نوع غير انتجر بيطلع معك ريزولت بيختلف عن الاشي اللي انت بتوقعه. تمام، في عندنا الاف بتتوقع فلوت، اكثر ما بيعطي ايرور. ما بيعطي ايرور، لا، لانه هذا الاشي بصير ات ران تايم لما تشغل البرنامج، بتتصرف بطريقه مختلفه. لا اوكي هذاك السكان اف، هسه بنجرب نحاول نعطيها اشياء مختلفه ونشوف كيف تتصرف. طيب اوكي، والاف تتوقع منك فلوتينج بوينت كارجمنت، والسي تتوقع منك كاركتر، الموديولس ما بتحتاج تتوقع منك شيء بس تحط. هاي تابع للغه معينه؟ ايش هاي تابع للغه معينه؟ هاي للسي، يس، هاي اشياء للسي، هسه راح اعطيكم عليها اكزامبل. تمام، فنفهم الرموز هاي ايش بتعني. فلما اكتب الفورمات راح اصير استخدم موديولا دي، موديولا اف، موديولا سي، نفهم ايش هاي معانيها. هاي اكزامبل بسيط عليها، مثلا برنت اف فاليو بتساوي موديولا دي اوكي باك سلاش ان. هذا ايش بيعني؟ بيعني انه انا بدي بطبع النص هذا اللي هو فاليو ايكوال، بعدين بيجي الفورمات بيحكي اوكي انا بتوقع هنا ايش فاليو من نوع شو؟ ديسيمال. ديسيمال، فالانتجر، فالفاليو هاي بياخذها بيعتبرها وبيطلع عليها على انها ديسيمال، بيطبعها بياخذ قيمتها بيطبعها، بعدينك بيطبع باك سلاش ان. شوف البرنامج بسيط،
طيب هذا برنامج فاضي ما فيه شيء. نبلش مثلا نحكي integer a يساوي مثلا 10 print f بحط له الفورمات مثلا the value of a equal ايش بعمل هسا؟ بحكي له بدي اعطيك هنا decimal number واطبع بعديها backslash n عشان يعمل new line. هيك بكفي؟ ما بكفي. بتعطيه a نفسه. لاحظهم شو طبع لي؟ اتوقع مني اعطيه رقم بس انا ما اتوقع مني اعطيه argument بس انا ما اعطيته. شوف اعطاني رقم junk رقم تخبيص. تمام؟ انه انا بحكي له راح يجيك رقم decimal بس انا ما اعطيته هذا الرقم الديسيمال. لازم بعد الفورمات اعطيه القيم اللي هو بتوقعها مني. فهون اول قيمة بتوقعها ايش؟ ديسيمال. اوكي؟ لا. لازم نعطيه الفاليو. فبدعطيه القيمة A. هسا ايش صار هيك؟ بحكي له اطبع الفورمات هاي واول فاليو بطلبها مني اللي هي ديسيمال وانا اعطيته اياها في الارجمنت هنا. اوكي؟ اعطيته اياها على شكل A. تمام؟ هسا لما اجي اطبع رح تمشي الأمور تمام. ليش؟ لأنه زودته بالـ A. تمام؟ زمان كيف كنتوا تشتغلوا بالهاي بالـ C بلس؟ تحكي C out the value of A بتساوي space يعني هيك بينك تحكي A بعدين تحكي end line. صح؟ هذا النص القديم بالـ C بلس بلس. أيوة صح. الشغل هنا كثير مشابه له بس الفكرة انه ايش ما بنفصلهم هيك عن بعض وكذا. لا بنحط فورمات بنبين فيها الشكل الاوت وكيف حيكون وبنزوده بالارقام اللي بدخلها داخل الفورمات تبعتي. تمام؟ لو بدي ازوده برقمين مثلا حكينا A و integer B بتساوي مثلا 30 حكيت له هنا B وشغلت البرنامج ما راح يطبع لي قيمه البي هيك اوت اوف نو وير. ما راح يطبع لي مع الاوت بوت 30. لازم انا احدد له انه يطبع الاشي هذا. مثلا باجي بحط هون فاصله بي ايكوال ديسيمال فاليو. اوكي باك سلاش ان. لاحظوا كيف صار شكل الاشي. انا اكبرها شوي. صار عندي برنت اف فاليو اي بتساوي ديسيمال فاليو فاصله بي بتساوي ديسيمال فاليو بعدينك باك سلاش ان. بياخذ بيجي بيحكي لي وين اول ديسيمال فاليو بحكي له هيها وين ثاني ديسيمال فاليو بحكي له هيها. اوكي فبياخذ الاي باخذ البي كقيم. عمران لاحظ اخذ الاي واخذ البي كقيم. تمام؟ فانت لازم تزوده بالقيم. اذا ما زودته بالبي اللي هنا بي حتكون قيمتها مجهوله. شوف اعطاك رقم تخبيص كل مره بيعطيك رقم شكل. شوف مرة رقم ثاني رقم راندوم. اوكي شو بيلاقي عنده هيك بالميموري بيحط لك اياه. تمام؟ فلازم انت تعطيه الرقم اللي بتوقعه. تمام؟ واضح؟ طيب كمل. اوكي فهنا وضحنا شكل الفورمات. وضحنا انه منتوقع ديسيمال نمبر بيجي بعد الايكوال ساين ولازم نزوده بالفاليو اللي بدنا نزوده اياها. حدا عنده سؤال شباب للان صبايا؟ دكتور بس اذا ترجع فضل. شوية للسلايد اللي قبل. اوكي تفضل. بس احنا بعد كل اللي هو النوع هذا الدي او الاف او السي لازم نحط شرط المود عشان يس بالضبط بالضبط بالضبط. لازم احط الموديولس. مثلا اذا ما حطيتهاش الموديولس بعتبرها سالب. بطبع الحرف دي. لا بطبع الحرف دي. نطلع اكزامبل. طلع تختلف يعني بدونها بتبطل بدونها بتبطل يعني حطيت دي زي هيك شوف شو حيصير. شوف شلت الموديولس شايف بطل لونها ازرق صارت زي كانها جزء من النص. حيطبع اي بتساوي بي وبي بتساوي ايش؟ مين يحكي لي؟ اللي هو 30. لا مع اول قيمه انا اعطيته اياها. انا بحكي له اول قيمه بتوقعها ديسيمال مودي له قيمه. شو اول قيمه عندي؟ الاي. هياخذ قيمه الاي وحط محل الدي هاي 10
نجرب. هو ما بتطلع على أسماء الأشياء، ما بتطلع على أول قيم تطلع معاه بيحطها بأول مكان إلها، ما بتطلع على القيم A ولا B، ما بيشوف الA والB، هاي الشغلات إحنا بس مسميات لإلنا بس. لاحظ شو عمل، حكى A بتساوي D وB بتساوي 10، تمام؟ فلازم وجود الموديولوس عشان نوضح له إنه محل هذا السبيشال كاركتر راح أحط ديسيمال نمبر، راح أحط كاركتر، راح أحط فلوتينج بوينت and so on. بدون الموديولوس كأنك حاط سنجل، زي كأنك حاط حرف دي بس، طفي زيها زي كأنك حاط حرف دي، تمام؟ هيك لا صارت سبيشال كاركتر ترمز على مكان لديسيمال نمبر، تمام؟ وضحت سؤالك، جاوبنا عليه؟ تمام يعطيك العافية. طيب الله يعافيك. طيب نرجع ل اوكي. طيب فشو بصير هنا؟ اول شغلة بيربط الديسيمال نمبر مع اول النمبر انا بعثته، فهذا الرقم راح يتعوض محل الموديولا دي ويتطلع على هذا الرقم على انه ايش، ديسيمال نمبر يعني انتجر. طيب نيجي على اكزامبل ثاني، لاحظ في عندي برنت اف الفورمات كالتالي، فاليو 1 بتساوي دي باك سلاش ان، value 2 is modulo d backslash n, my character is modulo c. تمام؟ لاحظ شو وده؟ وده value 1 value 2 والvalue والmy character، تمام؟ ثلاث متغيرات، هذا integer، هذا integer، هذا من نوع character. طيب مين يحكي لي ايش الفاينل ريزلت راح تكون؟ هاي الفورمات. اوكي ما عطيتش، ما عطيكم قيم، انا بدي احكي لك الفاليو 1 بتساوي مثلا 10، الفاليو 2 بتساوي مثلا 20، خلينا نعملهم انهم انتجر، مثل هون نحكي كاركتر مع سي سمول، بس هاي بتعمل كابيتالايز، ماي كاركتر بتساوي مثلا اتش. اوكي مين يحكي لي بعد ما انفذ هذا اللاين ايش حيطلع معي اوتبوت؟ دكتور تفضل. اول فاليو راح يعطيها 10. احكي لي كيف النص حيكون، فاليو 1 بتساوي فاليو 1 ايكوال 10 10، بعدين value 2 equal لا راح تساوي 20 وال value 2 بتساوي value 1 راح يعطيك يا 20 صح؟ 20 انا حاكي value 1 بتساوي 10 value 2 بتساوي 20، شوف ترتيب الارجيومنت هون كيف انا معطيهم، يمشي بالترتيب، حيعطيك value 1 10 بعدين حينت الفطر يعطيك value 2 مظبوط سطر 20 بعدين value 2 is value 2 is عندك اسمه 20 mod c. ايوه بعدين هيعمل ايش؟ my هيك my character سطر جديد، سطر جديد مظبوط، لانه بعد الموديولا دي ايش في new line، فبنزل سطر جديد ايش بصير بعد my character is، بطبعها بالضبط زي ما هي my character is، شو معطيني هون ايش كابيتال ايش بتوقع هنا، ايش بتوقع مني، ايش بتوقع مني فاليو كاركتر، كاركتر فحيطلع الماي كاركتر على انها كاركتر، فهون انا ايش حاط فيها، هي فعلا كاركتر وحاط فيها الحرف اتش، فحيطبع زي هيك فاليو 1 بتساوي 10، فاليو 2 از 12 از 20، ماي كاركتر از اتش. اوكي هسه لو خربطت، لو عملت هيك حطيت
حطيت الفاليو 2 بالاول فاليو 1 ماي كاركتر، هل حيظل حيظل رابط الفاليو 2 مع الفاليو 2 اللي هنا والفاليو 1 مع الفاليو هون اللي هنا؟ لا باخذهم على الترتيب، باخذهم بالترتيب، بحكي له اول قيمه متوقعها ديسيمال بيجي على اول ارجمنت، ايش عندي اول ارجمنت؟ 10 2 فاليو 2، فاليو 2 قديش فيها؟ 20 بيحط بيطبع القيمه هاي، بعدين بيطبع ايش؟ نيو لاين، بعدين بيجي بيطبع فاليو 2 از ديسيمال نمبر متوقع، بيجي اوكي اخذنا الارجمنت هذا اللي بعده فاليو 1 ايش قيمتها؟ 10، بيجي بيطبع هون ايش؟ 10. بعدين ايش بيسوي؟ بيجي ماي كاركتر از بيطلع على ثالث ارجمنت اللي هو ماي كاركتر بيطبع محله حرف اتش. واضحه شباب؟ واضحه. نطلعها هنا مع تلوين بتطلع اوضح. لاحظ هنا بربط بس مداخله تفضل. افرض ما عرفت الفاليو 2 بيعطي ما بيعمل كومبايل بالاساس، بيقول لك كومبايل ايرور، ما بيشتغل البرنامج، بيقول لك المتغير فاليو 2 مش معرف، هذا بيسموه كومبايلينج ايرور، ما بيشتغل البرنامج. اوكي لازم تعرف كل متغير، حكينا هاي واحده من الاساسيات بالسي انه لازم اي متغير قبل ما استخدمه اعرفه، ما بصير اعمل متغير من عندي مثلا اجي احكي فاليو 3 هون ما في شيء اسمه فاليو 3 معرف، فحيعترض عليك ما حيشتغل البرنامج من الاساس اصلا. عرفت كيف؟ خلاص تمام. طيب نيجي على البرنت اف هاي هنا نطلع كيف تم ربط الاشياء بالاوردر، فبيحكي اطبع فاليو 1 بتساوي ديسيمال فاليو، فانا متوقع ديسيمال فاليو فبيربطها مع اول ارجمنت عندي وبيطلع عليه على انه ديسيمال فاليو تمام، حتى لو كان هذا الرقم فلوت او دبل بيطبعه على شكل ديسيمال، يعني اذا مثلا كان 1.5 راح يطبع هون 1 اوكي، لانه انا حكي له تعامل مع هذا الارجمنت اللي هون على انه ديسيمال تمام. طيب بعد هيك ايش بصير؟ بيربط ال D2 مع الـ value 2 اللي هو second argument عندي هون بعد الفورمات، بعدينك بيربط C مع الـ my character لأنها آخر واحدة بالفورمات بيربطها مع آخر argument عندي هون تمام؟ إذا خربطتهم ما بيضل حافظ الترتيب، يعني إذا حطيت الـ value زي ما عملنا قبل شوي حطينا الـ value 2 بالأول بعدين الـ value 1 بيأخذ الـ value 2 على إنها اول ديسيمال نمبر والفاليو 1 على انها ثاني ديسيمال نمبر والكاركتر على انه اخر ارجمنت عندي هون تمام. هاي الشغله ننتبه عليها، ممكن ايش نصير نعمل فيها تركات بالامتحان، احط لك اياهم زي هيك فاليو 1 بتساوي كذا فاليو 2 بتساوي كذا واجي اخربط لك اياهم، احط لك فاليو 2 بالاول بعدين فاليو 1، بعض الطلاب ايش راح يعمل؟ راح يجي يحط قيمه فاليو 2 مع فاليو 2 وقيمه فاليو 1 مع فاليو 1 مع انه الترتيب مش هيك، ترتيب كانوا معكوسين، اول قيمه كانت فاليو 2 بتيجي هنا ثاني قيمه كانت فاليو 1 بتيجي هنا، فالترتيب يعني اسم المتغير ما له اي علاقه بشكل الطباعه ما بيرتبطوا مع بعض. نطلع عليها كاكزامبل، لاحظ هون عندي A و B تمام، حكيت A بتساوي ديسيمال نمبر B بتساوي ديسيمال نمبر اوكي، حاكي انا اي بي هيك الوضع تمام، ايش حيساوي؟ حيطلع لي اياهم بالشكل اللي احنا متوقعينه، اعمل رن لاحظ طبع the value of a equal 10 the value of b بتساوي 30، اذا خربطتهم حكيت b هون و a هون هل حيميز انه انا خربطتهم ويجي يحكي b معناته لازم احطها مع الثانيه و a لازم احطها مع الاولى؟ لا بخذهم بالترتيب، اول ديسيمال فاليو خذ ال b ثاني ديسيمال فاليو خذ ال a، شو مكتوب هنا وما له علاقة. لاحظ كيف حيطبع 30 10، ما ظل ما قال لك لا هنا انت قصدك ايه فراح اخذ الفاليو الثاني وكذا، لا ما بمشي على الترتيب. طيب فهنا بيحكي لك احذر، يعني هنا لما اوكي هذا اوكي هنا ممكن نستخدمها مع الـ literal constant، يعني أنا مش شرط يكون عندي متغيرات ممكن أحط الـ values مباشرة، شو بحكي له هنا؟ print f number بيساوي decimal floating بيساوي floating point، ولاحظ الشكل
اللي وصفته فيه انا هنا، بحكي له اني بدي الفراكشن بارت فقط، one fraction part يعني الرقم اللي بعد الفاصل اللي على اليمين فقط بدي منه رقم واحد، تمام؟ فاذا مثلا هذا كان عباره عن 4 3 2 1 الرقم الفلوتينج بوينت، ايش حيطبع؟ حيطبع 1.4 فقط، اوكي؟ لاني انا حاط له بدي بس 1 ديسيمال بارت بعد الفاصل اليمين. هسه نعطي عليه الاكزامبل كمان عشان نشوفه، بس انا بقدر ايش اعطي قيم مباشره، مش شرط اودي هنا متغيرات، اوكي؟ بالست بريسيجن سي بلس بلس اتوقع صح؟ بالضبط بالست بريسيجن اكزاكتلي، بس هون انت بتقدر تتحكم فيها بالفورمات من دون ما تستخدم اي فانكشن اضافي عشان تعمل ست بريسيجن او اي شيء زي هيك. طيب نطلع على هاي الجمله مثلا اي بي، اوكي بقدر اودي هون مثلا 50 مثلا، اودي هون 60 عادي، تمام؟ لاحظ انه بياخذهم بشكل طبيعي، حيطبع الاي 50 وحيطبع البي 60، بياخذ اول ديسيمال نمبر اللي هو ال 50 والثاني ديسيمال نمبر بياخذ ال 60. نعمل رن، لاحظ طبعا A بتساوي 50 B بتساوي 60، يعني بقدر اعمل الشيء هذا. طيب طب شو في حال لو انا بدي اعمل بدي اتعامل مع ديسيمال، بدي اتعامل مع فلوتينج بوينت؟ طيب لاحظ الحركه هاي ايش حيصير. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك تفضل دكتور. انا هسه قبل شوي وصلت البيت وكانش معي نت، هسه فتحت. مش مشكله تمام، بس الجزء الاول تاكد انك تحضره، حطينا فيه اناونسمنت. لا راح احضر على الريكورد. اوكي ممكن احضر على الريكورد. طيب اوكي الله يعافيك. طيب نيجي هنا، لاحظ بدي احط الرقم التالي 50.22F، هذا عباره عن فلوتينج بوينت، وبدي اكرر نفس الرقم هون، تمام؟ لاحظ بدي اقول له خذ الرقم الاول على انه ديسيمال، خذ الرقم الثاني على انه فلوتينج بوينت. طلع كيف مع اني معطيه نفس الرقم، اوكي؟ بس بقول له الاول خذه على انه ديسيمال والثاني خذه على انه فلوتينج بوينت. لاحظ كيف حيفرق الاوتبوت. نعمل سيف كلير للشاشة اللي هون، نعمل رن، شو طبع لي؟ اي صفر وبي 50.22 بالضبط. ليش؟ ليش اخذ ال اي صفر؟ كان متوقع ديسيمال منه، لانه متوقع منه ديسيمال، لانه متوقع منه ايش؟ ديسيمال، تمام؟ فهنا لقينا مودي له فلوت ما اخذها. انا بحكي له بالترتيب راح يجيك ديسيمال بعدينك فلوت، اوكي؟ شو صار؟ وديت له فلوت فلوت، ايش عمل؟ ما اخذ الاول قيمه لانها مش ديسيمال. دكتور ليش ما اخذ بس 50؟ نعم لاني انا حكي له بالفورمات اول شيء حتاخذه حيكون ديسيمال. طيب لو اخذ ال 50 بس ديسيمال يعني وبعد الفاصله خلص ما بيحولها. لا عرفت كيف؟ دكتور ما بيشتغل زي سلافة السي بلس بلس، بيعمل كت وباخذ القيمة؟ لا لا، اللي شايفين احنا هنا كيف عامل اخذ الـ A صفر واخذ الـ B، تمام؟ حتى لو اني وديت له واحدة، شوف نتأكد انه اخذ فقط هاي، شوف شو حيصير. برضه اعطانا اصفار، خلينا نطلع الجزئية هاي اكثر، خليني اتاكد منها وارجع لكم فيها، مش مشكله. اوبس شو صار؟ اوكي نيد خلينا نحافظ عليها، خليها 50 هون فلوتينج بوينت، اعمل ايش رن، طبع لي 50 اخذ اول ديسيمال على انها اول ارجمنت على انها ديسيمال والثاني اخذها على انها فلوتينج بوينت. طبعا بالفلوتينج بوينت بقدر العب بالبريسيجن قديش بدي ارقام بعد الفاصله على اليمين، يعني مثلا بحكي هون 0 او بوينت بحدد مثلا بدي رقم واحد، لاحظ حيطبع لي 50.2، اوكي نعمل رن، لاحظ طبع لي 50.2. اذا بدي رقمين بحط له 2، تمام؟ بيطبع برضه 50.22. اذا بشيلها بيطبع الرقم كامل. بس انت بعد ما عرفت A و B ليش رديت كمان حطيت قيم اللي هن 50؟ بعض الاكزامبل بشكل ثاني انه مش شرط اودي هنا variables، ممكن اودي constants مباشرة. ليش البي نفسها فرضا البي نفسها ما حطيتها انت فلوت وخلص انه هيك تاريخ طوالي انه بيطبع الاي 10 بس هي قيمتها هاي بي فلوت، تمام؟ وهذا بحط فيها الرقم هذا، بدي احط هون بي احط الرقم هذا، يس ما في اي مشكله. طيب دكتور تفضل. لو شنا الاف اللي هي تاعت 50.123 شنا الاف شو بصير؟ شلت الاف هيك خليت الدولار ساين لحالها؟ لا مش هاي الاف، هاي خليناها اف اللي هي تاعت الرقم.
بعد الرقم تبعت الرقم حيعتبر الرقم هذا ايش حكينا من قبل دبل جزئيه حيطلع على هذا الرقم على انه دبل. لاحظ الان لما اشر عليه ايش بيحكي لي فلوت. لما اشيل الاف ايش بيعمل؟ طب شو بخزن بال الفلوت؟ بخزن نفس الرقم بس الفلوت دبل. قديش قيمته حجمه دبل؟ 8 18 بيدبل الميموري اللي بيحجزها لهذا المتغير. تمام. فعشان بس انه حيخزن نفس القيمه نفس القيمه بس مثلا لما اقول لك هاي القيمه الليترال كونستانت هذا ايش نوعه؟ اذا بتقول لي فلوت بقول لك غلط لانه بتخزن على انه دبل. لاحظ لما اشرت عليه شو بحكي لي دبل. تمام. اذا بحط عليه الاف هيك بيفهم انه ايش صار فلوت وبيحجز. لاحظ اصلا الرقم نفسه صغير لانه ايش حجز فقط 4 بايت ليله. تمام. فعشان هيك حطينا الاف. شرحنا هالمره الماضيه. طيب لاحظون اذا عملنا رن مع موجود متغير زي ما اقترح زميلكم غيرت الرقم 1 2 3 حسب البريسيجن هنا بيحدد قديش بطبع انا. حطيت 1 راح يطبع لي اقل، حطيت 2 حيطبع اكثر، حطيت 0 حيطبع الرقم زي كانه انتجر. تمام. لاحظ مثلا اذا بحط 0 شو حيصير؟ اعمل كلير هون، بحكي له ما بدي ولا رقم بعد الفاصله. ايش طبع؟ 50 50. تمام. فبتقدر تلعب بالفورمات بالشكل اللي بدك اياه هنا. تمام. واضح شباب؟ طيب ممكن انا ايش كمان اودي له كاركترز. مثلا اجي اقول هنا سي موديوله سي، اوكي، انه بدي بعد ما تطبع النيو لاين تطبع كاركتر، اوكي، اودي له مثلا الكاركتر ايش لنفرض اي كابيتال، اوكي. لاحظ انه ايش حيعمل؟ راح يطبع برضه الاي كابيتال. تمام. عمل نيو لاين طبع الاي كابيتال. طبعا انا شو حاكي سبيس بعد، يعني حاط سبيس وطابع الاي، عشان هيك طبع لي هنا سبيس بعدين طبع لي الاي. تمام. فحسب الترتيب الامور بتمشي بالطريقه هاي. تمام. فلازم تحافظ على الترتيب، اوكي. اذا بتخربط الاشياء ببلش الاوتبوت يطلع بشكل بخالف الاشي اللي احنا متوقعينه لانه بيمشي على الترتيب اللي انت معطيه. تمام. معطيه بالترتيب مفروض يجي ديسيمال دبل كاركتر، تخربطه بيطلع معك اشي مختلف، اوكي. زي ما شفنا قبل شوي لما اعطيناه بدل الديسيمال هنا اعطيناه فلوت، اخذ القيمة صفر ما اخذ القيمة اتقول، لانه بحكي له بتوقع احط لي قيمة هون ديسيمال لما اجي اطلع على دكتور هسه لو قلبت. تفضل. يعني هسه لو قلبت خليت الفلوت قبل اول اشي والانتجر شو اسمه تحته. تمام. هسه لا حيأخذ قيمة هاي ولا حيأخذ قيمة هاي. ما انت بتحكي بتمشي على الترتيب. شو عمل؟ انت مش حاط انتجر بعدين فلوت. فرضاً خليت فلوت أول إشي بعدين انتجر. طيب لاحظ شو أعطيته. إشي يعني. لاحظ شو أعطيته. أعطيته بالأي شو ديسيمال. أعطيته أول رقم إيش فلوت. لاحظ شو طبع اللي عند الأي رقم جاربج، أوكي. لاحظ الخمسين اللي هي ديسيمال حكيت له عنها عبارة عن فلوت إيش طبع صفر، يعني ما أخذ القيم، يعني القيم بتوقعها ما إجت فما أخذها. مش المفروض الأي يطبعها صفر؟ الاي ليش يطبعها صفر؟ اجت زي ما انت بالاول عملت نفس الاشي، كان حطيت رقم من الفلوت وانت معرفها انتجر معرفها اللي هو ديسيمال طلعت هون انا حاطي. خلنا نعمل رن مره ثانيه، شكله من رن لرن حسب شو موجود بالبفر. دقيقه ليش اختلف؟ غيرت الرقم لاني بجوز يمكن كان 22 كانه. شوف هيك ايش بصير، رجع طبع صفر. طب شو الفكره؟ كيف يعني الفكرة هنا most likely قاعد بتطلع على بياخذ الرقم وبيتعامل معه على انه انتجر، بس هو مثل بالميموري على انه فلوت، فلما يجي ياخذه على انه انتجر بيفهم الرقم بطريقة خاطئة او شغلة زي هيك. خلينا اتاكد من جزئية هاي التخربط، بس الفكرة اللي بنحاول نفهمها هنا انه الترتيب مهم جدا. يعني انا كيف بعطيه ترتيب الاوتبوت لازم ارتب له الارجيومنتس على اساس هذا عشان يطلع معي الريزلتس اللي انا متوقع. ليش بتحس هاي اللغه يعني هي مقال اكثر ما هي لغه؟ كثير مقال انه بس انت بدك تكتب اشياء واوامر، تحسها زي نص خلص بس بدك تكتب اشياء. لا لا هاي جمل طباعه يعني ضروريه لازم تنعم.
لا لا هون جمل طباعة بسيطة، بس احنا قاعدين نحاول نجرب اكثر من كيس، ندمج اكثر من شغلة مع بعض عشان نعطي اكثر اكزامبلز مش اكثر. يعني هي كلغة جدا بسيطة، مبسطة اكثر حتى من السي، بس هنا كل ما عليك انك تحط له الفورمات اللي بدك تطبع فيها، وتحط القيم اللي انت حاط له اياها هنا على انها سبيشال كاركترز هنا او سبيشال فاليوز. فبحكي بعطيك ديسيمال هنا، راح اعطيك فلوتنج بوينت هنا، راح اعطيك كاركتر هنا، بمشي بالترتيب على هذا الاساس. تمام. طيب نكمل. فلاحظ هنا في الـ ايش حيطلع الاوتبوت هنا؟ مين يحكي لي؟ تفضل. شيء بيطلع نمبر ايكوال باخذ 27، بعدين باخذ فاصلة فلوتنج باخذ 1.4. تمام. بعدين على السيمبل التمبل باخذ جي، بس بعمل اند لاين. ممتاز بالضبط، هذا اللي راح يصير. حيطبع نمبر يساوي الديسيمال نمبر اللي جانا اللي هو 27 فاصلة فلوتنج يساوي 1.4 من دون الاف. انتبه للجزئية هاي، اف هاي بس انت عشان توضح للغة انه هذا عبارة عن floating point. بالضبط. بعدين اك سيمبل يساوي جي اند لاين. تمام، واضح هاي طبعا ان اسمه اللتر. طب دكتور تفضل، مثلا السيمبل مثلا بدي اياه يطبع لي كقيمة بال على الاسكي كود، حط دي تقول له تعامل مع هذا الاشي على انه ما حكينا الاسكي كود كلها تعبها الكاركتر عباره عن جزء من انواع الانتجر. اوكي، يتخزن فيه ارقام، فاذا بعمل له زي هيك حيطبع لي الرقم اللي بيمثل الجي بالاسكي كود اسمه اللتر. تمام، حيطبع هون الرقم، فانا بقول له طلع على هاي القيمه على انها ايش؟ ديسيمال. حتمشي الامور. ليش حتمشي الامور هون؟ ليش صاحب ممكن يسال طب دكتور لما حولنا الفلوتنج وقلبنا الاشياء بطل يمشي، ليش صار يمشي هنا؟ لانه ستيل الكاركتر هو عباره عن انتجر، فعادي فبتمشي الامور فيه. فلما اعمل شغله زي هيك ايش راح يطبع لي؟ هل راح يطبع لي الجي ولا راح يطبع لي قيمتها؟ راح يطبع لي قيمتها بالاسكي كود. طيب خلنا نعمل عليها اكزامبل هاي الحركه. حيطبع 103. خلينا نشوف مثلا هنا ايش بدي اطبع. انا حاطي له كاركتر، نحط جي هنا، نعمل سيف رن، حيطبع لنا ايش؟ في شيء عندي فكره فيه زي خلينا نشرح الفكره هاي. ار بيساوي اوكي، لاحظ شو حيطبع معي. A 50 B 50 كاركتر بيساوي G. أنا حكي له هنا يطلع على الكاركتر هذا على إنه إيش، أو يطلع على هذا الأرجمنت على إنه كاركتر. فلو حولته على D ديسيمال، أوكي لاحظ شو حيطبع. حيطبع 103. إذا بتدور بالأسكي كود تيبل حتلاحظ 103 هي نفس الـ G. أغلبكم بيعرف الـ A كابيتال 65، هنجرب نعمل عليها. حيطبع لك 65. إذا حولت الدي هاي لسي بتقول له انت تطلع الثيرد ارجمنت هون عندي على انه كاركتر، ما تطلع عليه على انه انتجر، فحيطبع لك اياه على شكل اي. فهون مهم انت كيف بتوضح له شكل الاشي. الدكتور بدال ال 65 برضه راح يطبع لك اي صح؟ بالضبط، حتى لو عملت الحركه هاي. مزبوط مزبوط. 65 بقول له اطلع على هذا الارجمنت على انه كاركتر، 65 بتزبط تكون كاركتر لانه الكاركتر عباره عن انتجر. شو اعطاني حرف A؟ اذا خليت الرقم D هنا او الحرف D فحيتعامل مع هذا الرقم على انه ديسيمال ويطبعه على شكل انتجر، فحيطبعه 65. بس لما حطيته C حكيت له تعامل مع الثيرد ارجمنت على انه كاركتر. اوكي، فممكن يكون الكاركتر على شكل رقم او ممكن يكون على شكل ايش؟ كاركتر فعلي. تمام، في الحالتين حياخذ 65 او حيطبع حسب انا شو حاطي له. تمام، وضحت شباب الفكره؟ اذا حكيت مثلا 65 زائد 1 اللي هي 66 ايش حيعمل؟ حيطبع اللي بي.
تمام؟ لأنه بعد ال 65 66 اللي هي بي بالاسكي كود، تمام؟ لاحظ ما طبع الرقم نفسه، ليش؟ لأن أنا حكي له طلع عليه على إنه كاركتر، حكي له هذا الثيرد أرجمنت اعتبره عامله معاملة الكاركتر. مشيت الأمور لأنه أصلا الكاركترز هي عبارة عن انتجرز، ولما صنفنا أنواع الكاركترز حكينا هي نوع من أنواع الانتجرز بس حجمها 1 بايت. طيب حد عنده سؤال؟ مش في بلغة، في بلغة سي بلس بلس عندها طبعا زي ايه او كابيتال او سمول وكذا والهنا ارقام. نفس الاسكي كود اللي هناك واللي هو نفس الاشي، هذا ستاندر اسمه اسكي كود موجود في لغات البرمجه كلها. طيب تمام، يعني لو حطينا هاي سيرفر قسمه وجي حالا طبعا قيمتها بالاسكي كود جي، مش فاهم عليك كيف. بس انت مش حطيت كاركتر قبل شوي. حطيت الكاركتر اللي هو شو جي صح؟ هنا انا بقول تعامل مع دي، حطيت دي هي قصدك؟ لا هسه انا بحكي لك انت مش حطيت جي، هسه انا فرضا لو حطيت دون سنجل كوتيشن او كذا حطيت بس باقي القسمه وجي انه تطبع في نفس قيمتها، هل حيطبع لي قيمه جي؟ لا ما هذا الكاركتر مش موجود، هذا بايك باق قسم جي، هذا شيء مش صح، لازم تعطيه على شكل argument، لازم تحكي له دي وتعطيه هون على شكل argument وبيطبع لك قيمته كديسيمال، ما بصير تحط الجي هون لأن هاي مش reserved character بالشكل هذا. reserved characters معروفين عندنا دي اف سي دولار ساين سوري موديولس موديولس بي، هذول الأشياء اللي reserved، أما أشياء من عندك عشان يطبع لك الاسكو تبع لا ما بيشتغل زي هيك. أوكي نرجع للسلايدز. اوكي حيطبع هنا مثلا تطبيق للإشي، حيطبع اول إشي 27 نمبر بتساوي 27، بعدينك حيطبع فلوتينج بتساوي دكتور بس قطع هسه عندي طلعني من مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة بس تأكد ترجع تحضر الجزء اللي راح عليك. فلوتينج بوينت فتت معكم floating point هنا شكله في خربطة بالسلايدات، هي E المفروض حاطة E المفروض تكون 1.F، لاحظ طبع 1.4، بعدين طبع السيمبل إيش اللي هو عندنا G، عمل new line نفس الحل اللي حلو زميلكم قبل شوي. واضح شباب كيف البرنت F تشتغل؟ بعطيها فورمات برتب فيها الأشياء اللي بتطبعهم حسب واحد كل واحد ونوعه، بعدينك بعطيهم اياهم بالترتيب، ترتيب مهم، وخربط الترتيب بخربط الاوتبوت وبعمل مشاكل بالناتج النهائي. هون بعطيك اكزامبل على موضوع انه عندي لاحظ value 1 بتساوي decimal، value 2 بتساوي another decimal، وايش بيحكي لي؟ بيحكي لي value 2 value 1، لاحظ خربطهم، ما راح يطبع لك اياها بالترتيب، يجي يربط الفاليو هاي مع الديسيمال اللي هنا ويربط الفاليو هاي مع الديسيمال اللي هنا عشان اسماء هذول بتشابهوا، لا هياخذ اول فاليو ديسيمال عنده هياخذ اول رقم بيطلع معه، ثاني الفاليو ديسيمال هياخذ ثاني رقم بيطلع معه انسوا. تمام في الاوتبوت هون شو حيكون؟ فاليو بتساوي 5 وفاليو 2 ايش بتساوي؟ 7 بالضبط 3. تمام وضحت الفكره هنا؟ تفضل. هسه مثلا ما في كود او طريقه انه يخليه هو يرتبهم طريقه، لا 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 يرتبهم عكس زي انت بتتحكم بالترتيب حسب كيف بترتب هذول الاشياء، كيف بترتب الارجمنت اللي بتعطيها هو اللي بيتحكم بالترتيب، بتعمل زي هيك بيطبع لك اياها منطقيه، بيطبع الفاليو 1 مع الفاليو 1، بتطبع الفاليو 2 مع الفاليو 2، لازم ترتب لي وتعطيهم بالترتيب، اذا بتخربطهم ما حيحافظ على الترتيب، مسؤوليتك هاي الشغلات. طيب تمام هاي تحذير يعني انه هذا الاشي ايش تنتبهوا عليه. طيب هذا اكسرسايز بدي اياك تكتب هذا البرنامج. اوكي هذا البرنامج احنا عملناه اوريدي المره الماضيه، بس ايش الفكره؟ ما طبعنا الريزلت او طبعنا الريزلت بس ما شرحنا وقتها البرنت اف. تمام
خلنا نرجع على البرنامج نكتب البرنت اف مع بعض. طيب كتبنا هذا الكود اللي كان بيحكي عن اوكي نمسح. كان في عندي A B C ونجمع خمسة ونجمع إشي ونضرب خمسة بعدين نأخذ المديولس وكذا. خلنا نطبع القيم A B C D ونشوف كيف شكلهم. بدي أشوف ناتج البرنامج تبعي. بستخدم إيش البرنت أف اللي هي مشابهة للسي أوت. طيب بدي أطبع أول إشي قيمة مين ال A. بدي أحكي A بتساوي شو شو بنحط موديولا D. موديولا D ليش؟ عشان الرقم ديسيمال. لانه الاي شو طبيعته شو نوع الاي انتجر بالضبط بتعامل حسب نوع الارجمنت اللي بدي اطبعه تمام او الفاريبل اللي بدي اطبعه. طيب بعدين ايش بعمل بدي اطبع قيمه البي بي بتساوي نفس الفكره طبعا تقدر تعملها بي كابيتال الذكية عادي انت هون بتكتب النص الذكية اوكي بي بتساوي ايش شو نحط هنا موديول ايش موديول دي again نفس الفكره موديول دي بعدينك سي بتساوي again موديول دي لانه قيمه السي برضه عباره عن حكينا ايش انتجر اوكي and ممكن اكتبها بطريقه هاي the value of d is موديول دي واعمل backslash n عشان انهي الجمله. هذا الاشي ايش بيكون عباره عن الفورمات للطباعه بس هسه بدي الحقها بايش بال القيم اللي بتطبعها بالفاليوز. فاول قيمه ايش ايه الاي لاني حاط اي بتساوي دي هون بحط الاي بعدينك بحط البي بعدينك سي بعدينك دي لو اني مخربطهم حاكي اي بي دي سي لازم ارتبهم بالطريقه الصحيحه هون اوكي نعمل سيف نعمل رن لاحظ طبع لي A بتساوي 8 B بتساوي 4 C بتساوي 8 and the value of D is 60 تمام؟ واضح شباب صبايا؟ تمام. طيب. واضح. إيه بس هاي جملة الطباعة اللي نستخدمها عشان نطبع في الجمل. أوكي؟ طيب. نيجي على جمل الإدخال. أخذنا جمل الطباعة اللي هي البرنت أف نحكي هسا عن جمل الإدخال بالسي بلس تعلمت لغة إشي اللي هو اسمه سي إن صح؟ سي إن فالسي إن في السي بلس هي الطريقة اللي ممكن تستخدمها عشان تعمل إدخال. في السي عندنا إشي اسمه سكان أف. كيف في عندنا برنت أف في عندنا إشي اسمه سكان أف وبرضه موجودة في الستاندر آي أو لايبراري وبتشتغل على نفس الفكرة تعطيها فورمات شكل او ترتيب الاشي اللي بدك تاخذه انت منها وبعدينك بتحط المتغير اللي بدك تخزن فيه الفاليو. قبل كنا نحط المتغير اللي بدنا ناخذ منه الفاليو عشان طباعه هنا نتعامل معها على ايش على اساس الاشي اللي بدنا ناخذ المتغير يلي بدنا نخزن فيه القيمه تمام لانه بدي اقرا قيمه من اليوزر بدي اقرا مثلا عمره مثلا بدي اقرا معدله بدي اقرا علامته في ماده او شو مكان البرنامج فبدي متغير اخزن فيه القيمه هاي فبحتاج فورمات والمتغيرات اللي راح اخزن فيهم القيم راح ناخذ اكزامبل عليها بس ناخذ مجموعه من الشغلات. conversion specifier same as with printf input value will be assigned to the next argument in the list يعني نفس فكره printf كيف بترتب انت ال specifiers اللي داخل الفورمات اللي هما الموديول دي سي اف whatever راح يتم توقع الانبوت او يتخزن القيم اللي انت بتدخلهم راح يدخلوا في المتغيرات بالترتيب اللي انت معرفه بالفورمات تمام فلازم نلتزم بالفورمات. بحكي لك هنا نفس الفكره عادها ثاني مره بحكي لك هنا الوايت سبيس زي مثلا البلانكس تابس نيو لاينز السبيسز هذول بيتم بنعمل عليهم اجنور تمام يعني في حاله القراءه بنعمل عليهم اجنور. All other characters are expected exactly as they are specified. أي كاركتر ثاني بيكون متوقع وجوده بالضبط زي ما أنت معرفه بالفورمات. يعني إذا أنا حاكي بالفورمات راح يكون في عندي A بعدينك بعدها decimal فبتوقع مني لما أدخل له مدخلات أدخل له حرف A بالأول بعدينك يأخذ رقم decimal and so on. فلازم الفورمات شغلة أتقيد فيها لما أدخل القيمة لأنه بتوقع شكل الفورمات بالشكل اللي أنا موضح له إياه بالفورمات فإذا طلعت عنه راح
يعمل ستوب لل اخذ القيم ويوقف الريدنج. فبيحكي لك هنا لاحظ الجزئيه هاي, as soon as the scan اف reads an input that does not correspond to the expected format, وقت لما السكان اف يجيها input ما بتماشى مع الاكسبكتد فورمات, the input is stopped, no more character will be processed. لما اي شيء بالمدخلات ما يتماشى مع الفورمات اللي انت حددته, مباشره السكان اف توقف عن اخذ الانبوت, بتعمل ايش, بتعمل تيرمينيت, ما بتكمل القراءه. تمام؟ فلازم نتقيد بشكل الفورمات, اذروايز السكان اف ما حتقرا القيم اللي راح ندخلهم. اوكي, نظري مبدئيا راح نشرحها, راح نشرحها بشكل عام. باب مايكروفونات, طيب نيجي على اي سؤال الان؟ فتح ميكروفون يا شباب, ميكروفون. شكل المي جاي دكتور, المي جاي عنده شكلها. مين فتح ميكروفون هيك طلع الصوت عالي؟ شباب ما نفتح ميكروفونات إلا للسؤال. دكتور عادي بلكي ميكروفون خربان, ما تفتحه قاعد بشوش علينا. اذا في سؤال ممكن ترفع شو اسمه تبعث بالشات اذا الميكروفون عندك مش شغال. طيب دكتور سوي ميوت اول, لا عشان افتح مجال للكل يسال, يعني ما بدي اعمل لكم ديسيبل الميكروفونز. طيب حد عنده سؤال سو فار؟ فالوايت سبيس, البلانكس, تابز, نيو لاينز بنعملهم اغنور. لازم الانبوت تبعك يكون متماشي مع الفورمات اللي انت موضحه ومحدده في السكان. وقت ما يصير اي تعارض السكان اف توقف كولكشن للديتا او الفاليوز, يعني بتقطع بهذيك اللحظه. تمام؟ فلازم يظل التزام بالترتيب, راح نفهمهم بالتدريج. سكان اف ريسيف ذا نيم اوف ا فاريبل تو ستور ا فاليو, بات ذا فاريبل از ا باي فاليو از كول باي فاليو. scan f will receive a copy of it. شو يعني المتغير؟ لما اجي احكي انا scan f بالشكل هذا, بحكي لها ان في عندي متغير اسمه var1 بدي اخزن فيه قيمه, وحكيت لها اقرئي لي decimal value وخزنين لي اياها في الvar1. تمام؟ ايش بصير هنا لما احكي var1 بالشكل هذا؟ هذا اسم المتغير. وقت دائما ما انا اتعامل مع اسم المتغير بالشكل هذا انا باخذ القيمه تبعته. فايش بصير هنا؟ لنفرض var1 هون ايش بتساوي؟ صفر. فايش بصير هنا؟ فبحكي له انا scan f اقرا لي رقم decimal, اوكي, وخزن لي اياه var1. هون لما احكي var1 انا بستدعي هذا المتغير باي فاليو, يعني بطلب القيمه تبعته. تمام؟ فلما يجي البرنامج يتنفذ بيعوض لي مكان الvar1 ايش قيمته, فبصير صفر. فصفر هذا عباره عن رقم محجوز بالميموري, بيجي بقرا الديسيمال نمبر اللي حكينا عنه وبيخزنه محل هذا الصفر. تمام؟ فايش صار عندي المشكله هنا؟ القيمه اللي قراتها ما تخزنت على var1. تمام؟ لانه انا فقط اخذت القيمه تبعته, ما اخذت مكانه في الميموري عشان ادخل فيه القيمه. تمام؟ واضحه الفكره شباب؟ لما احط var1 زي هيك انا بستدعي هذا المتغير باي فاليو, بطلب القيمه تبعته. اوكي؟ فاذا طلبت القيمه تبعته حيجي يحط لي القيمه, يحكي لي هذا قيمته صفر تفضل. فبيجي هون ايش بيعمل؟ بيجي بيحاول يخزن سوري الديسيمال فاليو في 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 العنوان صفر, بياخذ هذا الرقم سوري على انه عنوان وبيتعامل معه وبيخزن فيه الديسيمال نمبر اللي اخذنا احنا. تمام؟ فعشان نخزن القيمه بالفار 1 لازم اودي عنوان فار 1. كيف ممكن اطلب عنوان متغير معين؟ حكينا كل فاريبل عندي فيه له عنوان في الميموري. تمام؟ انا عندي اسم بالشكل هذا عشان اسهل على حالي التعامل معه, بدل ما اصير اكتب عناوين عباره عن ايش عنوان كل واحد عباره عن 32 بت وشغله زي هيك. ف ايش بساوي؟ بستخدم الاند ساين. لما احكي اند ساين هنا انا بستدعي هذا المتغير باي ريفرنس,
يعني بطلب العنوان تبعه ما بطلب قيمته، بحكي انت يا variable 1 وين مخزن في الميموري، فبيرجع لي مكانه في الميموري، راح يكون ادرس معين، فبيجي لما يقرا القيمه ديسيمال اللي انا طالبها من السكان اف بيخزنها في عنوان var 1، بخزنها في مكان var 1 الفعلي. فلما اجي اطبع var 1 بعد ما اعمل القراءه هاي ايش بصير؟ بيطبع لي القيمه اللي قرا لي اياها من الكيبورد لما دخلها اليوزر. نطلع على الاشي باكزامبل. طيب يجي هون على موضوع الانبوت. اوكي انا في عندي هنا ايش انتجر اي، اوكي نحط في الاي صفر مثلا، اجي اعمل سكان اف يلوب بدي تقرا رقم ديسيمال خزن لي اياه في اي. لما اعمل هيك احكي له ايه بتسوي، خلينا نطبعها هون اللي ايه. قيمه الايه هون انا ايش بساوي؟ انا حاطط في اي صفر، هون ايش حيساوي؟ حيجيب قيمه المتغير لاني انا مش مستخدم الاند ساين، فحياخذ قيمه المتغير هنا فحيطبع هون، حيعطيني ايش هنا؟ حيعطيني الرقم صفر، فحيجي يتعامل مع الصفر على انه عنوان ويخزن فيه الرقم اللي قرأناه. طلع ايش راح يصير؟ اوكي قاعد بستنى مني رقم، دخل له مثلا قديش الرقم 20. لاحظ البرنامج علق ما طبع the value of a بتساوي كذا. ليش؟ لانه اجت السكان اف تخزن الرقم 20 في هذا العنوان ما قدرت، على الاغلب عمل ايرور وطفى البرنامج. تمام؟ فعشان اقدر اخزن في المتغير هذا قيمته بطلب عنوانه. لما انادي المتغير بناديه عن طريق عنوانه، ما بنادي عن طريق القيمه اللي فيه. بطلب احكي له يا ايه انت وين عنوانك في الميموري؟ بترد عليه بتحكي لي انا عنواني في الميموري كذا كذا. فبيجي لما يقرأ الفاليو بالكيبورد بيخزنها في 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 المكان الفعلي المخصص للفاريبل A. فلما اجي اطبعه بيطبع لي الرقم اللي قرأته. شوف كيف حيفرق الاشي هنا. هاي اغلبكم حيغلط فيها كثير، بس نفهم انه لازم نحط دائما الاند ساين جنب كل متغير. فهون مثلا لما ادخل له 20 اعطيه انتر، لاحظ عكالي the value of A equal 20. تمام؟ كنت سؤال شوي خارجي. تفضل. لو بدل ما اعطيته ادرس ايه اعطيته البوينتر اللي بوينتر بوينتس لعلى ايه بغير قيمه ايه ولا بغير قيمه البوينتر؟ هيك احنا بنصير نطلع برا نطاق الاشي. بس يس انت بتقدر تجيب تجيب بوينتر بيأشر على ايه، يس يعني حيوصلك على المكان هذا. اهم شيء تعطيه مكان ايه الفعلي في الميموري. اوكي اذا بتعطيه مكانها الفعلي في الميموري مفروض يخزن لك القيمه داخل ايه. تفضل. بس إشارة الاند اللي جنب الاي شو بتدل؟ هاي عشان اقدر اخزن الرقم البقرة داخل الاي. واضحة؟ تمام. انا قاعد لازم اذا ما حطيت الاند هيك ما حيشتغل. اوكي؟ حاولت اشرح لكم الريفرنس والفاليو بابسط طريقة ممكنة. تمام؟ بس اذا حاسة صعبة كفهم كمبدأ افهم فكرة انه لازم يكون مع كل متغير and عشان اقدر اخزن فيه القيمة. اذا ما حطيت الاند ما بتخزن فيه قيمة. تمام؟ نفس الفكرة بنقدر نعملها على متغير ثاني مثلا زي integer b. اوكي باجي بحكي هنا نفس الكود خلينا نكرره. and b انه بدي اخزن قيمه بي واقراها على انها ديسيمال واطبع لي قيمه بي وانا بس خلص. اوكي نعمل رن ندخل له مثلا 90. لاحظ طبع ذا فاليو اوف اي ايكوال 90. وقف البرنامج بستنى مني انبوت لانه انا حاكي له حاطيك انذر انبوت حاطيه مثلا هنا 80. لاحظ طبع لي ذا فاليو اوف اي. اوكي لاني هنا ما غيرت الاي لازم احط على بي بس ستيل طبع لي الجواب الصح. تمام؟ اوكي واضح كيف بقدر اقرا قيم من اليوزر عن طريق السكان اف.
بحدد بالفورمات شكل او طبيعة القيمة اللي بدي اقراها، وبودي الفاليو باي ريفرنس عشان اخزن فيها القيمة. تمام؟ واضح شباب؟ حد عنده سؤال؟ واضح. طيب نيجي على شوف شو بيكمل السلايد عندنا. اوكي، فهو مشرح لك نفس الفكرة، انه لازم نستخدم الاند اوبريتر عشان ناخذ عنوان هذا المتغير ونقدر نخزن قيمة فيه. إذا حطيته من دون الآن أنت بتودي القيمة تبعته، هذا الإشي ما حيخليك تخزن فيه قيمة. تمام؟ فهاي الآن إشي ضروري يظلها موجود. طيب فهنا عندي لاحظ الإكزامبل بيحكي لك سكان أف بشكلين مختلفات. لاحظ وجود الآن مع كل مرة قمنا باستخدام متغير، حطينا هون and، لاحظوا حطينا and، حطينا and، حطينا and. ممكن في السكان اف الوحدة ايش تعمل؟ تعمل مجموعة من القراءات، تحكي مثلا بدي اقرأ اول شيء decimal number، بعدين في enter حيكبس اليوزر enter. اوكي، ممكن تحط انه بديش enter يكون عبارة عن space، فياخذ اول قيمة بعدين يتوقع space يعملها skip، بعدين ياخذ ايش الانتر ياخذ القيمه اللي بعدها. تمام، احط اياها على نفس السطر هيك. لما احط له باك سلاش ان ايش بحكي له؟ اقرا ديسيمال فاليو. خذ القيمه الاولى على ديسيمال، بعدينك حيعمل يوزر انتر، اعمل له سكيب لانه انا هنا متوقع بالشيء، بعدينك خذ ديسيمال فاليو، بعدين خذ انتر، بعدين خذ فلوت فاليو. فممكن اعمل شغله زي هيك، شوف كيف شكلها، اقرا مجموعه من المتغيرات مع بعض. لاحظ كيف ممكن اقرا اي وبي مع بعض. يجي على هنا سكان اف باك سلاش ان ساين دي اي بتساوي كذا، فاودي له هنا القيمتين اللي اخزنهم اللي هي اي اند بي، ارفع تعريف بي فوق عشان نظلها معرفة. نحط هاي الجزئية، اشطب هاي، حط هنا فاصلة بي تساوي دولار ساين دي. اوكي، نعمل هنا باك سلاش او فاصلة بي. اوكي، فانا هون لاحظ السكان اف ايش عملت له، حكيت له بتاخذ اول مره ديسيمال نمبر ديسيمال فاليو باك سلاش ان، لانه اليوزر لما يدخل الديسيمال فاليو بدك بس انتر. اوكي، بعدينك بعد الانتر هاي خذ القراءه اللي بعدها مباشره على الديسيمال، هاي خزنها في البي بالترتيب. طبعا نفس فكره البرنت اف، اول ديسيمال فاليو بخزنها في الاي، الباك سلاش ان هنا انا حاكي له اياها فما حيخزنها بمكان، وال بسم الله الرحيم البرسنتج ساين والدي هيخزنها مع السكند ارجيومنت اللي هو عندي البي هنا. شوف كيف حيصير الاشي ويتنفذ. دير رن. اوكي، البرنامج موقف بيستنى مني انبوت. اوكي، متوقع مني 2 ديسيمال فاليوز مفصولين بانتر، دخل القيمه الاولى على انها 12 مثلا انتر، لاحظ بعد البرنامج بيستنى، دخل له 13 انتر، طبع لي ايش ذا فاليو اوف اي بتساوي 12. دكتور تفضلي. بصير لو انا اغادر هلا لان انا برا البيت والموبايل حيطفي من الشاحن؟ مش مشكله. يعني انا ببلش من الاول المحاضره، يعني انه ما تاخذني غياب. خلص تمام ان شاء الله، ما في مشكله. يعطيك العافيه، شكرا. طيب. اوكي، لاحظ كيف قدرنا نقرا قيمتين مع بعض، اوكي، في نفس جمله القراءه الواحده. تمام، بقدر اضيف قد ما بدي، تضيف قراءه ثانيه بحط باك سلاش ان مثلا رقم فلوت برسنتج ساين اف. اوكي، بس ايش بدي احتاج اعرف متغير هنا اسمي فلوت اف مثلا، واخزن فيه القيمه بدي اقراها. هون احكي دولار ساين فلوت او سوري اند ساين، ضل احكي دولار ساين عن البرسنتج ساين اند فلوت، وهنا بحكي ايش طبع لي الاف برضه، حط لي هون ايش فاصله بتساوي اف، ايش بحط هون برسنتج ساين ايش عشان اطبع الفلوت فاليو اف اف، بعمل رن مره ثانيه، بصير بتوقع مني ايش ديسيمال
انتر ديسيمال بعدينك فلوت، بعطي مثلا 12 13، بعدينك 22.5 مثلا، لاحظ طبعا لي 12 13 22.5. واضح شباب؟ ليه طبع الأصفار اللي بعد 22.5؟ لأنه هيك تمثلت بالممر عشان يكمل الـ 8 بت ممكن؟ هي بالممر تمثل بالشكل هذا، فأنت إذا بدك يطبع لك إياها فقط بمثلاً 2 decimal parts أو 1 decimal part تقدر تلعب الحركة اللي قلناها مثلاً 0.1 هيك تعمل؟ تعملها run، تحدد البريسجن، هو بيطبع لك اياها بالفول بريسجن. اوكي بتوقع مني انبوت قاعد. طيب 12، لاحظ بعمل، شوف اذا عملنا سبيسز هيك وعملنا انتر، 13 انتر، لاحظ اعمل اجنور للسبيسز، او بجوز عملنا اشي ثاني، خلينا نشوف شو عمل. طبعا 12 13 22.5، اوكي لاحظ السبيسز اللي طبعتهم هون عملهم اجنور، ما طلع عليهم. طيب تمام، احد عنده سؤال؟ اوكي طيب اوكي طيب هنا عندنا هذا البرنامج، عندي متغير اسمه variable 1 حاطين فيه 1، طبعنا قيمة هذا الفاريبل، اوكي طبعنا بلاك سلاش ان بعده، بعدين طبعنا input، حكينا حط في هذا الفاليو قيمة واطبع. لاحظ كيف يعني هذا البرنامج عن طريقه بنقدر نغير على قيمة المتغير. طيب نروح على الكومبايلر نعمل له run، يجي هون لاحظ في عندي متغير value حاط في قيمة 1، بعدين بطبع عن طريق printf قيمة هذا المتغير، بعدين بحكي الانبوت، input راح يطبع لي value، هيعمل سكان ل value 1 بتساوي، ويعملها printf. ممكن خلينا نشوف كيف هون الرن. لاحظ هنا بالسكان اف شو عمل، حكالي شكل الاشي بشكل هذا value بتساوي وديسيمال فاليو. نشوف اذا مثلا حكينا input دخلنا له رقم مباشرة ايش حيصير. قبل شوي احنا بالاكزامبل حطينا له يعني ما في كان حكي داخل السكان اف، فقط ديسيمال باك سلاش ان ديسيمال باك سلاش ان فلوت. اوكي هنشوف لما يصير في عندي هيك كاركترز اضافيه داخل السكان اف ايش بصير. طب نعمل سيف، نعمل رن. طيب راح طبع لي ايش، فاليو بتساوي 1 فعلا صح اول جمله هذا، بعدين طبع البرنت اف الثانيه، ولاحظ انه ما طبع نيو لاين لاني مش حاطه النيو لاين هنا. هنشوف هنا لو انا هون متوقع مني اني اخذ مثلا قيمه ديسيمال، ايش بدي اعمل؟ انا ادخله مثلا 12، ايش صار؟ طبع لي فاليو بتساوي 1، فاليو بتساوي 1. مين يحكي لي ايش صار هون؟ مين يحكي لي شو صار هون؟ حكينا قبل شوي في قاعده للسكان اف بخصوص الفورمات، يعني بعدين تقول له VAL تساوي بعدين تحط الرقم يعني بالضبط. أنا بحكي له راح يكون شكل الفورمات بالتالي، راح يجيك value space بيساوي space ورقم decimal، الرقم الديسيمال هذا خزنه في هذا في المتغير اللي عندي. فلما يجي دخلت هون إيش عملت أنا؟ دخلت له رقم 12، رقم 12 بتماشى مع الفورمات، الفورمات لا بتبلش ب value space equal رقم decimal، فكوني ما مشيت مع الفورمات المطلوب من السكان اف، سكان اف حتوقف الريدنج وتكمل، عشان هيك قيمه الفاليو ما تغيرت، قيمه الفاليو ما تغيرت، ظلت القيمه الاوريجينال اللي هي 1. لاحظ لو نعمل رن مره ثانيه ونتقيد بالفورمات ايش حيصير؟ الفورمات كانت تحكي لازم نكتب لازم نكتب فاليو سبيس بيساوي سبيس والقيمه، نحط 12 انتر، شو عمل؟ اخذ القيمة. يعني الفورمات هنا انا ملزم فيها بالشكل تبعها، يعني حاكي انا
حيجي كلمة value space يساوي بعدين أخ رقم، لازم لما أدخل ألتزم بالشكل هذا، لأنه أول ما يصير تعارض، أول ما تشوف السكان F إنه الانبوت اللي إجاها ما بتماشى مع الفورمات، بتعمل له بتعمل إجنور، ما بتكمل القراءة. شباب واضح الفكرة صبايا؟ واضح الفكرة؟ عرفنا إيش ليش هون الفاليو أف سكان أف ما اشتغلت؟ طلع على السلايد مرة ثانية. في هذا السلايد بحكي لك as long as scan F reads an input that does not match، سوري as soon as scan F، وقت لما السكان F تقرأ input ما بتماشى مع corresponding expected format، مع الفورمات المتوقعة، the input is stopped، no more characters will be processed. يعني السكان F حتوقف قراءة وما حتعمل بروسينج ولا لأي إكسترا كاركتر. فأنا لما أعطيتها الانبوت بلشت لها برقم، وأنا بحكي لها لازم يجيك كلمة val space equal decimal number، وما إجت هذه الفورمات، فمباشرة وقفت القراءة من البداية. شباب واضح الإكزامبل هذا؟ لازم بالانبوت تبعك تلتزم بالفورمات اللي انت موضحها. اذا حكيت في اي او حكيت مثلا بدك بدي لازم احكي فال كابيتال، لازم التزم فيها. اوكي انا بحكي لها هتاخذي فال بعدين اكس بيس بيساوي ديسيمال نمبر، اوكي اذا ما التزمت فيها هيعطيني ايرور، مثلا كتبتها بشكل سمول لتر، مثلا حكيت فال سمول لتر فال يساوي اوكي حطيت مثلا 12 ما اخذها، وقف القراءه تمام. فلازم الانبوت تبعك يتوافق مع شكل الفورمات، اذروايز ما بتكمل سكان في القراءه. هوفلي انها النقطه وضحت. طيب نيجي هون. اوكي فهذه الفكره من هذا الاكزامبل، لما تيجي بدك تدخل اوكي لازم الانبوت تبعك يتماشى مع الاكسبكتد فورمات. لاحظ لما دخل الانبوت ايش عمل، حكى انبوت بعدها ايش دخل val space بيساوي 2، تماشت مع الفورمات، اخذ القيمه تبعت اللي دخلها اليوزر وخزنها في الفال. لما طبع الفال مره ثانيه ايش طبعها؟ طبعها بالقيمه الجديده اللي هي 2، فبطلت 1 تمام. طيب نيجي على هذا الاكزامبل، هذا الاكزامبل حلو، ركزوا شوي معي، هذا اخر اكزامبل بننهي عليه ان شاء الله. نقلت الكود على الفيجوال ستوديو. طبعا شباب لازم تقعد تجرب وتحاول بايدك عشان تفهم الامور 100%. اذا بدك تاخذ الامور بشكل فيديوهات واحضر وخلص ما حتمشي معك الامور وقت الامتحان، فلازم تجرب ايدك عشان تفهم الاشياء كيف بتصير. اوكي طيب لاحظ في عندي برنامج في عنده 3 variables value 1 value 2 وسيمبل. ال value 1 وال 2 عبارة عن integers والسيمبل عبارة عن character، هذولا تمام. طيب في عندي هون مجموعة من السكان اف، السكان اف الأولى ايش بتعمل؟ بتقرأ أول قيمة أول decimal، بتقرأ decimal value بتخزنها في value 1، الثانية بتقرأ another decimal value بتخزنها في value 2، والسكان الاف أخيرة بتقرأ decimal value بتخزنها ب السيمبل. اوكي المتغير اسمه سيمبل. وفي البرنت اف ايش بعمل؟ بطبعهم، بحكي val1 بتساوي decimal value، val2 بتساوي decimal value، سيمبل بتساوي character value backslash n، ومعطيهم اياه بالترتيب الصحيح. واضح للان؟ اه دكتور واضح. عندي مشكله هون بدي تركزوا معي فيها، خلينا نعمل رن البرنامج. قاعد بتوقع مني ادخل اول decimal value تمام، هاي احلى 10. بتوقع مني ادخل كمان ديسيمال فاليو، هاي احلى 10، هاي 20 مثلا. اوكي اوب ليش ما كمل؟ لاحظ شو صار، اخذ من القيمه الاولى، اخذ من القيمه الثانيه، بس ما اخذ السيمبل، ما اخذ الكاركتر الاخير. كمل مع انه حاكي له خذ كاركتر. اوكي عم موضح له، حاكي مش اني حاعمل هاي الشيء كومنت، ليش عملها اجنور كومبليتلي؟ هذا عنده فكرة؟ لاحظ طبعا السيمبل فاضي ما فيها قيمة،
لازم تكون انت حاط. طيب خليني اشرح لكم اياها كيف بصير. السكان اف تشتغل على مبدا البفر، يعني البفر بيدخل فيه القيم بالترتيب اوكي، وبصير ناخذ من هذا البفر اوكي، زي بوكس مندخل فيه القيم وبصير نطلع هاي القيم بالترتيب. طيب خليني اعملكم شير للرايتنج باد. ثواني بعمل لي سيت اب. طيب نعمل شير الرايتنج باد اوكي. هسه انا لما دخلت قيم دخلت قيم كالتالي بالبرنامج تبعي متوقع مني ديسيمال صح، بعدينك ديسيمال، بعدين كاركتر. لما دخلت انا شو دخلت له؟ دخلت له التالي، دخلت له 10، بعدين شو عملت؟ كبست باك سلاش ان، بعدين دخلت 20 كبست انتر، هي عباره عن باك سلاش ان اوكي. بعدين ايش عملت؟ راح طبع الاشياء. شو اللي صار؟ الاشي اللي صار كالتالي، في عندي بفر، كل إشي بدخله من الكيبورد بيدخل في هذا البفر، بيجي بالترتيب بيدخله هيك اوكي. نعتبر ان البفر بالبدايه كان فاضي، فاول إشي ايش صار؟ اخذ اول إشي اللي هو العشرة، بعدينك ايش اخذ الإشي اللي دخلته بعد هيك اللي هو البلاك باك سلاش ان الانتر اللي كبسته انا، دخلها زي هيك. بعدينك اجى على السطر اللي بعده دخلت له 20 اخذها، بعدين اخذ ايش باك سلاش ان. طيب نطلع شو صار لما إجا يأخذ القيم. أول عشرة حكى أوكي أنا متوقع رقم ديسيمال حسب الإشي اللي هنا، فهاي الإشي هذا ربطناه مع هذا تمام. بعد هيك لقى باك سلاش أن، لما طلع على الإشي المتوقع بعده لقى متوقع ديسيمال، هل هي ديسيمال؟ لا، عملها إجنور أوكي، مشي على اللي بعدها. طبعا كل ما إشي بنأخذه بيطلع من من البفر بيفضل. إجا بعدينك لقى العشرين، شاف انه متوقع value decimal، فهي كانت 20، هل كانت value صح؟ صح. راح ايش عمل؟ اخذ الباكس، اخذ العشرين كثاني قيمة. بعد هيك شو عمل؟ اجى على الكاركتر، لما اجى على الكاركتر هنا اطلع على الباك سلاش ان هنا لقاها موجودة بالبفر، ايش حكى؟ حكى هاي عبارة عن كاركتر، واحد من الاسكي كود كاركترز اللي هو المختص بالباك سلاش كاركتر باك سلاش ان اوكي؟ تمام يا شباب. معذرة هذا صغار هجموا عليك. طيب بعد هيك اجى الكاركتر شاف بلاك باك سلاش ان وهي عبارة عن كاركتر، فراح اخذها ككاركتر، ففعليا خزن في اول متغير الرقم 10، في الرقم الثاني خزن فيه 20، السي خزن فيها الباك سلاش ان، وهذا اللي يعمل لي مشكلة تمام. عشان هيك القراءة هنا ما اعطتني الاشي اللي انا متوقعه. لو دكتور سبيس نفس الاشي، السبيس برضو يعتبر كاركتر، ممكن ياخذه على انه كاركتر. عشان افرجيك انه الحكي هذا فعلا قاعد بصير، اذا بحاول اطبع قيمه ال سي هاي راح تلاحظ انه حيطبع لي قيمه اللي هي 10. انا لما اعمل برنت طبع لي هون شغله، في كاركتر موجود هنا اوكي، في كاركتر موجود هنا، بس شو هذا الكاركتر؟ مش من الفيزيبل كاركترز، مش من الكاركترز اللي بنشوفها زي الاي بي سي والارقام والسيمبلز بالاسكي، عباره عن سبيشال كاركتر زي النيو لاين اوكي. فلو احول هذا الاشي لدي اقول له اطبع لي قيمه السيمبل هذا على انه ديسيمال، يعني ما اطبع لي على شكل كاركتر، اطبع لي على شكل ديسيمال. اعمل ران اوكي ثواني. طيب نعطي مره ثانيه 10 انتر، 20 انتر،
شو طبع عليه؟ طبع عليه الرقم 10، فهو ماخذ السيمبل مخزن فيه الرقم 10، تمام؟ وإذا بنروح على الأسكي كود، هو عبارة عن أسكي كود بيعبر عن إشي بسميه line feed، أوكي؟ إشي مشابه لموضوع فكرة النيو لاين، تمام؟ فعشان أتفادى هاي المشكلة بإني أخذ كاركتر أنا مش مفروض أخذه من بفر، بوضح هنا إني أنا متوقع باك سلاش أن هنا، أوكي؟ عشان يأخذ الباك سلاش أن على إنها الإشي المتوقع بالفورمات، بعدينك اللي بيجي بعدها يأخذه على إنه هو الكاركتر اللي بدي أقرأه أنا. شوف لما أعمل الحركة هاي إيش راح يصير، بس نضبط الكود مرة ثانية، نرجعها سي عشان نبطل تبع أرقام، نعمل كلير. عارف أخرت عليكم بس النقطة هاي نخلصها ونطلعكم. نعمل ران، أوكي بتوقع مني أول قيمة، هاي دخلته 10، القيمة الثانية دخلته 20. لاحظ ما طبع، لأنه بالفورمات شو حكي له، حيجيك بلاك سلاش أن بعدين الكاركتر، فالإنتر اللي كبستها أو باك سلاش أن اللي كبستها بعد ما دخلت القيمة الثانية عملت ماتش مع هذا اللي هنا، بعدينك إيش بتوقع مني كاركتر، حاعطيه مثلا الكاركتر دي، أوكي هاي إنتر. لاحظ شو عمل، طبع value 1 بتساوي 10، value 2 بتساوي 20، والسيمبل بتساوي دي. فالفورمات عبارة عن إشي جدا مهم، لما نتعامل مع الكاركترز الباك سلاش أن تعامل معاملة الكاركتر، أوكي؟ ورح يصير يأخذها على أنها كاركتر. عشان تتفادى الحركة هاي لازم توضح له إنه أنت متوقع بالإنبوت فورمات باك سلاش أن، وبعدها حيجي كاركتر، خذ لي هذا الكاركتر وخزن إياه في السيمبل، تمام؟ واضح شباب؟ مية مية دكتور. إذا بنرجع على السلايد، منشوف السلايد، راح نلاحظ انه انا حطينا باك سلاش تي نفس الشيء ولا لا؟ باك سلاش تي معناها تاب، هاي شيء مختلف. الا طيب اذا لك... انه بعد التاب حياخذ يتوقع القيمه. انت بتقول له في تاب، بعدها حيجي في كاركتر، خذ الكاركتر. طيب نرجع هون، لاحظ هون ايش بيحكي لك. صارت معه نفس الحركه، دخل 3 4، بعدينك مباشره ما اخذ منه الكاركتر، طبع سيمبل فاضي، اوكي. بيحكي لك ايش المشكله هنا. لاحظ لما عمل هون حركة، شوف بالإنبوت حكى 3 4 F، أوكي إيش عمل؟ طبع الأف، بس لما حكى إنتر أف، لما دخل 4 وكبس إنتر بعدين دخل، أصلا ما مفتح المجال دخل الأف، هون شو بصير؟ بيدخل على البفر 3 باك سلاش أن 4 بعدينك أف، بيجي بيقرأ أول 3 بيعطيها بحطها في value 1، بعدينك بيقرأ الأربعة، بعد سوري بيقرأ باك سلاش ان، بيشوف انها مش متوقعة، يعني هنا متوقع decimal فبيعملها ignore، فبيجي بياخذ القيمة اللي بعدها اللي هي 4. لاحظ ما كبس انتر، حط الاف مباشرة، فلما اجا بعد ما قرأ الأربعة طلعها من البفر، ايش صفى في عنده بالبفر؟ بس الاف، فخزنها بالسيمبل، فهيك فعلا طبع معه 3 4 F. عشان ضلها شغالة زي ما بنعمل بالأول، نعمل مثلا ندخل قيمة الأولى إنتر، قيمة الثانية إنتر، قيمة الثالثة إنتر، لازم نحط فكرة إيش؟ الباك سلاش قبل السيمبل، تمام؟ أوكي. طيب شباب، هاي في إكسرسايز، بدي المحاضرة الجاية أشوفكم تجربوا تشتغلوا عليه على موضوع بركز على فكرة القراءة والإنبوت والأوتبوت، بدي تجربوا تعملوه عشان المحاضرة الجاية نكتبه مع بعض، أوكي؟ اللي هو سلايد رقم 50، تمام؟ أوكي. بس خليني أنزل حضور والغياب عشان طولت عليكم كثير، ونفتح مجال للأسئلة. طيب Attendance، أوكي نزلت القائمة، الكل بقدر يغادر إلا اللي عنده سؤال. مين كان محضر سؤال؟ عافية دكتور، راح تنزل السلايدات إن شاء الله. بس ثواني، السلايدات أوريدي نازلة على الإيليرنينج. نزلت؟ نازل على الإيليرنج، نزلتهم بارح. يعطيك العافية. الأول سيكشنز، الله يعافيك. بالله شباب ريز هاند، إذا في أسئلة كثير، تفضل. أنا النت ظل يعلق عندي، فطلع المحاضرة مرتين، فبنحسب غياب.